ها قد وصلنا إلى المكان المحدد الذي سنجري فيه بعض التنقيبات الأثرية المهمة التي ستفيدنا في بحوثنا، وذلك حسب الخطة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للآثار. أعتقد أننا سنقوم باكتشاف عظيم هذه المرة. طبعاً، وإلا لما تجشمنا عناء الوصول إلى هذا المكان الذي لم يصله إنسان. ها؟ غريب، توقعت ألا تكون الطريق مسدودة يا سيدي. فعلاً غريب. حدث زلزال يا سيدي. إذن مرور القطار هو السبب، والآن لن نجد صعوبة في الوصول إلى طريق العودة بسرعة. سيدي انظر هناك. قد وصلنا، رائع. لا أصدق، وجدناها. إنها اللوحة التي نقشت عليها رموز قديمة ستوصلنا إلى معرفة أسرار هذا الكهف الغريب. إذن وجدنا ضالتنا أخيرا يا سيدي. بالتأكيد. حان وقت الغداء الآن. الطعام أولا ثم إلى العمل. ولكن علينا إنجاز ما علينا من عمل أولا. باعتقادي أن اللوحة لن تهرب. تنظيم الوقت هو الأهم. وأنا موافق. أهلا وسهلا بكم، ماذا تختارون من طعام؟ سأتصل بمنزلي هاتفيا ثم آتي إليكما. علي أن أنهي كتابة الفصل الأول من الرواية قبل أن يعود زوجي من عمله لتناول طعام الغداء. إذن بعد أن اختبأ اللص في الغابة الواسعة كان لابد للعدالة أن تأخذ مجراها. العدالة والقانون، أين سيهرب؟ أين المفر؟ الهاتف. أهلا يا بشار، سأزف لك خبرا سعيدا، فلقد توصلنا إلى اكتشاف رائع. قبل أن تخبرني عن اكتشافاتك الرائع دعني أخبرك عن مصير بطل روايتي يا عزيزي. هاتي أخبريني، هل انتهيت من كتابة الفصل الأول من الرواية هذا اليوم؟ لم أنتهي منه بعد. دعك مني وأخبرني ما هو اكتشافك. اكتشفت لوحة جدارية مكتوبة بلغة قديمة. بلغة قديمة؟ هل عرفت إلى متى يعود تاريخها؟ لا، ولكنني سأتمكن من ذلك عما قريب. وما هو هدفك من وراء هذا البحث؟ سنحاول فك رموز تلك اللوحة لنتعرف إلى الحقبة الزمنية التي كتبت فيها. فكما تعرفين نحن نعيش الآن في عصر حديث حيث المدن الكبيرة والتلوث والضجيج، ولكن أرضنا كانت أكثر هدوءا وكانت الحياة فيها أكثر بساطة وسعادة فيما مضى. أما الآن لم يتبقى سوى أماكن قليلة ما زالت تنعم بهذه الحياة الجميلة كجزيرة السعادة التي أرسلنا ابنتنا حنين إليها، وأعتقد أنها ستكون سعيدة بهذه الرحلة الصغيرة، ولا بد أنها ستعود إلى البيت وهي تحمل عنها ذكريات طيبة. علمت أن حنين ستغادرون اليوم وأنا لا أرغب بذلك أبدا. ولما الغضب؟ لقد جاءت حنين إلى جزيرتنا بقصد النزهة ويجب أن تعود إلى أهلها. ولكنها سعيدة هنا وعلي المكوث مدة أطول. ألا تعرفين مقدار حبي للأطفال؟ لدي اقتراح مناسب جدا، لما لا تتصل بأخيك هاتفيا ليؤمن لك الاتصال بحنين متى شئت يا عزيزي. أخي التوأم. ليته يستطيع ذلك، لأنني أريد أن تعم السعادة كل مكان ولا تنحصر في جزيرتنا فقط. إذن خذ الهاتف واتصل به مباشرة. أعتقد أنه سيلبي طلبي، فهو مثلي يحب الأطفال أيضا، ولا أظنه سيمانع. أتمنى أن يجد أخي لي حلا مناسبا أستطيع من خلاله التحدث إلى حنين والتمكن من مساعدته عبر المسافات الشاسعة لأقف إلى جانب الخير والحق في كل مكان. ترى من يتصل بنا في مثل هذا الوقت المتأخر؟ بإمكانك أن ترد عليه، فالهاتف إلى جانبك. مزعج جدا. نعم، ألا تعرف أن الاتصال في مثل هذا الوقت مزعج؟ يا أخي كان عليك أن تؤجل اتصالك حتى الصباح. هيا أخبرني ماذا تريد.
أخشى أن تكون ساعتي معطلة. على كل أهلا بك، وأنا مستعد لسماعك بعد أن أصلح الساعة، فلربما تعطلت في أثناء نومنا. يبدو أنك محق يا أخي، فأنا قد تسرعت في ردي عليك، سأصلح الساعة. صباح الخير. هيا بسرعة يا أصدقاء. هيا فلنتسابق، وأنا موافقة يا دبدوب، زودانا بالهواء اللازم فورا. هل أنت مستعدة؟ طبعا أيها الأبلة، وإلا لما طلبت منك تزويدها بالهواء اللازم للطيران. حاضر. هيا فلنحلق بعيدا فوق السحب. يا لهذه المتعة يا دبدوب، ولكنني أشعر بخوف شديد. لا تكن جبانا أيها الدب الصغير، وكن شجاعا مثلي وحلق عاليا بلا خوف وداعا. يا إلهي، ماذا حدث؟ يا لسوء حظي، أجرب السباحة في الهواء بعد أن تحطمت طائرتي. تريحني فسوف تصابين بأذى. سأجرب التحليق في الهواء من دون طائرة. يا لها من مشاكسة، توقعت هذا. هل أنت بخير؟ ما إنه لم أصب بأذى. كان عليك أن تستمعي إلى نصائح زقزوق. نعم حاضر. كنت أود التحليق عاليا في السماء الواسعة بحرية، ولكنني فوجئت بتحطم الطائرة. نداء نداء، فليتوجه الجميع إلى البيت فورا. عندما علمت أنك ستغادرين وأصدقاؤك أرض جزيرة السعادة هذا اليوم، حزنت كثيرا، ولكنني استعنت بخبرة أخي في مجال الاتصالات، وقررت أن ألبي نداءك ومساعدتك في أي مكان تصلين إليه. وهل هذا ممكن يا سيدي؟ طبعا، فلدينا وسائل اتصال أسرع من الضوء. لن أشعر بأي غربة عنكم. وهل أنت سعيدة بذلك؟ أكاد أطير من الفرح، شكرا لك. وأنا سعيد جدا لأنك ستبقين سعيدة حتى لو غادرت جزيرة السعادة. لا يكفي أن تكون أنت وحنين سعيدين فقط بمعزل عن الآخرين. ماذا تقصدين بهذا الكلام يا زوجتي العزيزة؟ عندما نساعد الآخرين وندخل السعادة إلى قلوبهم، نكون قد وصلنا إلى غاية السعادة الحقيقية، وذلك لأن السعادة ليست حكرا شخصيا على أحد. تذكر دائما أن جزيرتنا سميت بجزيرة السعادة لأن الجميع فيها سعداء، ولكن لا ينطبق هذا الأمر على كل بقاع الأرض. ظننت أنك ستفسدين حلمي، ولكنك محقة بما قلت. أجبني أيها الحاسوب، هل أستطيع مساعدة حنين متى شئت وكيف؟ نعم يمكنك ذلك بسهولة، فبوساطة القلادة التي معها، وهي عبارة عن جهاز إرسال واستقبال، تستطيع التحدث إلينا متى شاءت وأينما كانت. أخبرني، هل أستطيع إرسال من يساعدها في الوقت المناسب متى شئت؟ نعم، فلدينا وسائط نقل تزيد سرعة الضوء. شكرا، أنت حاسوبا متطور ورائع. إن جزيرتنا متطورة أكثر مما تظنين. مهلا مهلا، لا داعي للتفاخر، فهذا أمر عادي. أردت توضيح فقط. هل أمرت بتجهيز المركبة اللازمة لسفر أصدقائك؟ إنها في انتظارهم الآن قرب شاطئ الجزيرة. أحسنت، هذا يعني أنهم سيصلون إلى موطنهم بأمان، وهم يحملون ذكريات ممتعة، وسيتم ذلك في لحظات. كان عليك ألا تفاجئيهم بهذا الأمر، فهم لم يعتادوا التنقل بسرعة خيالية من قبل. والآن هل أنتم مستعدون للسفر؟ نعم يا سيدي. أرجو أن تعودوا لزيارتنا يا حنين. سنعود عندما يسمح الوقت لنا بذلك. عليكم ألا تنسوا صديقكم العجوز، وتنقلوا كل ما شاهدتموه إلى أصدقائكم الآخرين. ليتهم يعاملونني كما عملتموني هنا. إذن عليك من الآن فصاعدا أن تكون في التنهر قبل الجميع. كي نعاملك بلطف. أيّا، سنبقى على اتصال معكم. إلى اللقاء. إلى لقاء قريب يا أصدقاء. أتمنى لكم السعادة بعيدا عن جزيرة السعادة. شكرا، استعدوا للانطلاق. هيا انطلقي أيتها المركبة. وهكذا
غادرت حنين وأصدقاؤها الثلاثة جزيرة السعادة وهي تحمل أجمل مشاعر الفرح وأجمل الذكريات. إن هذه الرسومات تدل على أن اللوحة قد نقشت في عهد ليس بالبعيد على ما أظن. يبدو أننا بدأنا بالوصول إلى رأس الخيط، وهل تظن أن الأمر بهذه البساطة أيها الذكي؟ كفى، هيا فلنخرج من هنا. حاضر. أعزائي المشاهدين، أنقل لكم الآن وقائع هذا الحدث المهم مباشرة. فلقد ظهرت قبل قليل في سماء المدينة ظاهرة جديدة تسير بسرعة خيالية، والتلفزيون ينقل لكم هذا النبأ لأنه لم يسبق لأحد منا وشاهد مثل هذه الطائرة الجديدة. سنغوص في الماء مرة ثانية. لقد سمعت الحاسوب الذي في المركبة يأمرون بذلك. هناك هدف أيها القبطان. وما هو؟ غير واضح لأنه ما يزال بعيدا عنا. ها هو يقترب. انظر هناك غواصة، هذا يعني أننا وصلنا ولم يعد أمامنا الكثير. إنهم لا يستجيبون إلى ندائنا أيها القبطان. إذن فلنهاجمهم كي يستجيبوا بالقوة. لا إنهم يهاجموننا. لا أسمع شيئا. هذا أفضل، لقد دمرنا غواصتهم. لقد أصيبت المركبة إصابة قوية. أجل، أخبرتك بأنهم لا يرحبون بنا. هل تسخروا من حنين؟ بل أعطها على الهجوم. ترى هل سيتركوننا وشأننا أم سيعاودون مهاجمتنا؟ علينا أن نهاجمهم كي ندافع عن أنفسنا. ولكن يجب علينا أن لا نؤذيهم بأي حال. لا مجال للتراجع. إذا أردتم ألا تؤذوهم عليكم الانسحاب فورا، وإلا دمروا طائرتكم. لم يعد لهم أي أثر على جهاز الرادار. إنهم يضللوننا. الغابة كبيرة جدا. ألم تنتهي الرواية بعد؟ لا، فكما ترى الآن أحاول أن أنهي طباعة الفصل الأول من روايتي كي أتفرغ إلى كتابة الفصل الثاني غدا، ما رأيك؟ أن تحضري وجبة طعام الآن أهم عندي من الرواية. لماذا تسخر مني دائما وكأنك غير مقتنع بكتاباتي التي تعجب الجميع؟ إلا أنا. لماذا صمت؟ لا عليك. هل أحضر لك الطعام؟ لا تشغلي بالك، فلقد اعتدت أن أنام جائعا كل ليلة. تتهمني بالتقصير بدلا من أن تشجعني وتأخذ بيدي. منى، ألم تشتاقي إلى ابنتنا بعد غياب طويل؟ طبعا، وأظنها ستعود الليلة أو صباح الغد. أرجو ذلك. نطير بسرعة فائقة. هل أنت خائفة؟ لن نخشى الخوف إذا كنا نسعى إلى السعادة. أخبرنا أيها الحاسوب، ما العمل الآن؟ هبوط نحو الأرض، هبوط نحو الأرض. تمسكوا جيدا يا أصحاب. لكننا لا نرى شيئا أيها الحاسوب. دخلنا في مجال مغناطيسي، الرؤية مشوشة، الرؤية مشوشة. ماذا سنفعل في هذه الحال؟ إن الشوق إلى رؤية أهلي سيدلني على الطريق، ولكن سأستخدم الطاقة القصوى. حنين، أخشى أن تكوني قد أخطأت في استعمالها. مشوشة، 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 مشوشة. هل
أين نحن الآن؟ أعتقد أننا سقطنا في طائرة. تعالوا وشاهدوا ماذا يحدث هنا. أرجو من الجميع الهدوء وعدم المقاومة، وإلا تعرضت هذه الطائرة إلى كارثة مرعبة. اعتقدت أننا وصلنا إلى مكان آمن، ولكن يبدو أننا وقعنا في مأزق كبير. ما رأيكم الآن في أن ننقذ هذه الطائرة من براثن هؤلاء اللصوص؟ ليس أمامنا إلا الاتصال بحاكم جزيرة السعادة وطلب المساعدة منه. ما رأيك؟ رائع، سأتصل به على الفور. رسالة من حنين تطلب فيها المساعدة، إنها في مأزق وترجو الوقوف إلى جانبها. إحداثيات المكان 440-3440. فلتتوجه مركبة سريعة إلى الحادث لتقديم المساعدة فورا. أرجو أن تصل المركبة قبل أن تصاب حنين أو أحد أصدقائها بأي أذى. لحظات وتقدم المساعدة اللازمة. ماذا يجري؟ هناك حركة مريبة في الطائرة. اذهب واستطلع الأمر. هيا. نعم، من أنت وكيف جئت إلى هنا؟ أنا مضيفة هذه الطائرة يا سيدي، هل من خدمة أؤديها لكم؟ نحن لا نحتاج إلى مضيفة، ولكنكم ترعبون الركاب وعليكم التوقف عن ذلك. وهل تتوقعين أن بإمكان فتاة صغيرة مثلك إيقافنا عما ننوي تنفيذه بهذه البساطة؟ ولكن عملكم هذا غير إنساني. قلت إن عملنا غير إنساني؟ أستغرب هذه اللهجة يا أنسة، فنحن لصوص لا نفهم إلا بلغة القوة والعنف هنا. يبدو أن الكلام الودي لن يجدي معهم نفعا، إذا تصرفوا كما يحلو لكم، وأرجو انتظاري لأنني سأعود من أجل أمر مهم. ترى ما هو هذا الأمر المهم يا آنسة؟ اطمئن، سأعود بعد قليل وستلقى جوابا لسؤالك هذا. أرجو أن تجد هذه المضيفة حلا مناسبا. رائع، ستخلصهم بالتأكيد. ما الأمر؟ أشعر أننا وقعنا في مأزق كبير. سأرد عليكم بلهجة تفهمونها. أنصحك بعدم التهور وإلا ستندمين. لن أندم. بصوت. جبان ورعديد أيضا. أيديكم إلى أعلى. حاضر. لا داعي إلى الخوف، فأنتم في أمان. رائع، أحسنت أيتها الفتاة الشجاعة. إن وجودك إلى جانبنا قد أبعد عنا الهم والكرب. الفضل لكم. لقد وصلنا أخيرا بعد معاناة سفر شاق أيها الأصدقاء. لا داعي للتوقف، فلنذهب. لكننا متعبون. اصمت وإلا. كفوا عن هذا الشجار، إن زقزوق يلح علينا طوال الطريق بأن نسرع، وهو لا يقدر مشقة السفر لأنه لا يمشي على قدميه مثلنا. لا، إنه اتهام باطل، فلقد اشتقت إلى البيت والحياة فيه. فسنذهب حالا. اسمعوا، ما رأيكم في أن نهبط على سطح المنزل لنفاجئ والدي حنين بوصولنا؟ نعم، علينا أن نسرع إلى البيت وإلا قبض علينا بتهمة التسكع في الشوارع ليلا. ماذا؟ إذن هيا إلى المركبة. وبعدها بدأت مطاردة مثيرة. الجميع يبحثون عن اللص الهارب، ولكن اللص يفر ثانية، فيدهش الجميع لذلك، ويدهش المحقق أيضا. ما هذه الضجة؟ ما زلت ترددين كلمة لص في روايتك حتى جاء اللص إلى منزلنا حقيقة. لا تصدق أي ضجة، ربما اختبأ هنا في غرفة حنين.
مساء الخير يا بابا. أهلا حنين. متى عدت من رحلتك يا حنين؟ الآن، وسأشرح لكم صباحا تفاصيل رحلتي الغريبة. تغطي جيدا. تصبحين على خير. كنت أود تأنيبها. ولماذا؟ حنين صغيرة وتحب له، وأرادت أن تفاجئنا بقدومها بطريقة لا تخلو من الدعابة. معقول. وهكذا عادت حنين إلى منزلها بعد أن زارت جزيرة السعادة، وغطت في نوم عميق وهي تحلم بكل ما شاهدته من أشياء جميلة في جزيرة